بسم الله الرحمن الرحيم. أحب في البداية أرحب أعضاء اللجنة، لجنة مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، ونحب اليوم بمناسبة يعني قدوم حافلات كانت قدمتهم لنا الهلال الأحمر، نحب نتشكرهم ونتشكر مصالح الحماية المدنية اللي تولت نقلهم. هذا في مد تضامني بالنسبة للمتساكنين عند راهم اللي اليوم معناها بفضل هذا المدى التضامني هناك عائلات يعني محتاجة، خاصة مع موجة البرد، وتعرفوا أن البرد هذا يأثر يعني بالنسبة لهم الظروف الحياتية تبدأ صعبة شوية، يعني جاء في وقته. أنا نحب نتشكرهم بالفرصة هذه ويعطيهم ألف شكر. بالنسبة لنا اليوم احنا اجتمعنا يعني للنظر في قرارات، خاصة فيما يتعلق باستئناف الدروس. نحب نذكر أنه وقع تعليق دروس بكافة معتمدية عين دراهم، بكافة المؤسسات التربوية وبالمرتفعات غار دماء في عين سلطان في الغرة، لكن اليوم بعد ما يتبين أنه طقس ملائم، أنه الظروف المناخية يعني جيدة بالنسبة لنا وليداتنا تلامذتنا، يعني نعرفوا اللي معناها مقعد دراسة قاعدة شاغرة وهما اليوم عنده أهميته بالنسبة لهم. احنا الإجراء هذا اتخذناه لسلامتهم بحكم اليوم الظروف المناخية يعني جيدة، نجموا نستأنفوا الدروس بالنسبة لأولادنا، والقرار هذا يقعد يعني قائم الذات إلى أن يطرأ معناها ظرف جديد إن شاء الله. هناك موجة جديدة قد تقدم يعني يوم الخميس، بداية من يوم الخميس، يعني احنا وفق التطورات وفق الوضع على الأرض قد يتغير القرار من هنا إلى تلك الساعة أو حينيا يعني بحكم ظروف المناخية. تلك القرارات راهي كانت يعني حفاظا على سلامة تلامذتنا وعلى سلامة المواطنين، لأنه نتحدث على هناك عملاء، هناك أساتذة، هناك معلمين، هناك مديري مدارس، يعني كلهم أيضا يتنقلوا لتلك المؤسسات، بعضها في أماكن مرتفعة يعني يصعب التنقل لها. حب اليوم نتشكر كل أعضاء اللجنة ونتشكر كل الأجهزة اللي عملت طيلة هذه الأيام واللي أوصلت الليلة بالنهار من أجل خدمة المواطنين، من أجل مجابهة هذه الموجة. نعاود نذكر من جديد لأنه يلزم أن نقول لمن أحسن أحسنت، كل الشكر لمصالح الحماية المدنية، للجيش الوطني، للحرس الوطني، للأمن الوطني، للمتطوعين، إدارة الغابات، مصالح التجهيز، البلدية المكان، مستشفى عين دراهم، لا ننسى أيضا المتطوعين والبلديات المجاورة اللي هي أيضا يعني بلدية جندوبة، بلدية تبركة اللي بعثت لنا يعني آليات الماسحة والكاسحة. كيف نحب أقول اللي مستشفى أيضا كان عنده رهان كبير برشا اللي هما مرضى الكسور الكلوي اللي هما كانوا يطلبوا تنقل، معناها ثم أشياء لا تنتظر، وهما كانوا في الموعد وإحنا قلنا سخرنا حافلة باش ننقلهم باش يتمكنوا من عملية التصفية باش تكون صحتهم يعني في أمان. نعرفوا اللي الفئة ذي يعني ظروفها الصحية معناها حرجة وما ينجموش ينتظروا، هذا كان مجهود الجميع. ما ننساش اليوم بحكم موجود بحثينا سيد مدير الشؤون الاجتماعية اللي هما قدموا الكثير والكثير، واللي اليوم يعني التضامن الاجتماعي قاعد يقدم في مساعدات لهذه الفئة اللي معناها ظروفها تعرفوا معناها صعبة شوية. يعني بهذه المناسبة نحب نشكركم جميعا. ما ننساش أيضا مصالح التجارة اللي خدمة كبيرة ياسر، خاصة فيما يخص التزود، تعرفوا اللي يكون هناك طلب كبير على الغاز، طلب كبير على المواد الغذائية، هما زاد أيضا كان التزويد منتظم والحمد لله ما شهدناش نقص يعني بالكل. وكيف في هذا الإطار احنا ديما على استعداد، وتقعد اللجنة في حالة انعقاد إلى أن يعني يزول الخطر. احنا ديما نوصل العمل بالنهار وذا عمل متواصل إن شاء الله، من هنا اليوم الخميس يكون هناك قرارات جديدة كما قلنا وفق التطورات، وفق الوضع على الأرض ووفق الظروف المناخية. يعطيكم الصحة جميعا. بطبيعة ما ننساش ديما نقول الجيش الوطني يعطيهم الصحة، كانوا على استعداد وحاضرين للتدخل يعني وقت اللي نوصلوا معناها لدرجة خطر عالية جدا، لكن الحمد لله ديما نقولوا احنا ربي سبحانه ويحفظنا جميعا ما نتمنوش ذلك، لكن وقت اللي يجد الجد، وقت اللي يلزم التدخل هما بطبيعة على أتم الاستعداد.